اغلب اللعيبه احمد مصنوعه دلوقتي او مجتهده يعني بيجتهدوا في الملعب يعني، لكن مش مفيش الموهبه الفطريه. لما تشوف واحد كده بيقطع كده مثلا ويدوس على الكوره مثلا ويحطها مثلا وهو بيجري، يا سلام تسقف. بتشوف حاجات كده في لعيبه معينه في الدوري المصري بتقول لا الولد ده لعيب كوره دماغه فيها الكوره. في حد حوالينا فيه. يعني لو انت بتبص على بطوله دوري الابطال مثلا، يعني مين اللعيب اللي في الفرق اللي كانت موجوده في البطوله بتحس انه عنده الكوره دي؟ مين اللعيب اللي نفسك انت شخصيا مثلا انه اللعيب ده ممكن في يوم من الايام يلبس تيشيرت النادي الاهلي؟ حمد الهوني. حمد الهوني الترجي التونسي، لعيب من الحاجات بتاعت طارق التايب هو ليبي اساسا. هو ليبي برضه سبحان الله. لا لعيب كوره تتمنى ان يجي نادي الاهلي. عندهم، انا كنت لسه هقول لك ان الترجي عندهم ثلاث لعيبه رخمين، حمد الهوني، بن رمضان ده هداف وتاكلينج وبيدافع وبيهاجم، بن رمضان ده هداف الفرقه. ايوه لابس 8 جاب جون اعتقد في ماتش اللي فات، ماتش امبارح. لا انا شفت له قبل كده، ما اتفرجتش على ماتش امبارح. لا جاب جون امبارح. انما لعيب كوره بيوصل، هو مش معروف قوي يعني، الناس كلها حمد الهوني، طه ياسين الخميسي، مش عارف ايه. أيوه. انما ده هو، واعتقد ان موسيماني هيركز عليه جامد. طيب ماتش الترجي دوت يا احمد، ما ينفعش الماتش ده نسيب الاستحواذ لفرقه الترجي. انا موسيماني سقفت له ان ساب الاستحواذ ليه؟ هو عرف هما بيلعبوا ازاي، بس الترجي زينا حواء كوره برضه يعني. أيوه. عفاريت كوره، فما يتساب لهمش الاستحواذ. طيب.